السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام أينما كنتم عبر قنوات الدوري والكاس ومن خلال برنامج الحكم لتغطيتنا لدوري نجوم كيو ام بي للموسم 2017-2018. أخوكم طبعا أرحب بكم من خلال برنامج الحكم اللي دائما كما تعودنا وذكرت يأتي بعد نهاية كل جولة لدوري كيو ام بي للموسم 2017-2018. إن شاء الله تكون حلقة متميزة اليوم على اعتبار بالنسبة لي أنا ما ولا لكن لا راح يكون المرجعية الأولى طبعا للمحللين أسرة وعائلة برنامج الحكم من خلال التحليل للمباريات الست لدوري نجوم قطر. أيضا عندنا أكثر من حالة جبناها من دوري غاز ليج اللي هو الدوري تحت 23 سنة، وأيضا هناك حالات فردية راح نتكلم عنها. أيضا الأسبوع هذا تكلل بالنجاح والفرح في جميع لأبناء الخليج، وخاصة عندما رفع الإيقاف والحظر عن الاتحاد الكويتي لكرة القدم من قبل الاتحاد الدولي. وطبعا هذا يعطي عنوان كبير بأن كأس الخليج إن شاء الله قريبة جدا، خلال تقريبا حوالي أسبوعين راح تبتدي كأس الخليج، وهذه فرحة طبعا لأبناء الخليج وخاصة من خلال برنامج الحكم اللي راح يكون متواجد في تغطية بطولة كأس الخليج اللي راح تكون إن شاء الله في الكويت. عموما خلونا من خلال آخر جولة للأسبوع الأول ونقول مبروك للدحيل اللي هو متفوق متصدر نهاية القسم الأول، يأتي في المركز الثاني نادي السد الرياضي. فاصل ومن ثم نعود مع أسرة برنامج الحكم لكي نبدأ الحلقة لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساكم الله بالخير أينما كنتم عبر قناة الدوري والكاس ومن خلال برنامج الحكم في تغطية دوري كيو ام بي لكرة القدم لنهاية القسم الأول للدوري هذا الموسم 2017-2018. أرحب بأسرة وعائلة برنامج الحكم كابتن عبد الرحمن عبد الخالق بطلال، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور بلال، ونمسي على جميع متابعي قنوات الدوري والكاس خاصة برنامج الحكم، ومسي على أخوي ناصر وأخوي بفهد. وأيضا أرحب بعبد الله القحطاني محلل برنامج الحكم، أهلا وسهلا بفهد. مساك الله بخير ببلال، أنت المشاهدين وبطلال يسال السلامة. تسلم. وببدر. وأيضا الحكم الدولي السابق الكويتي عضو لجنة الحكام راح يروح من عندنا في كأس الخليج، ما راح يطلع معانا لأنه هو بيكون عضو في لجنة الحكام في كأس الخليج، الكابتن ناصر العنزي. ببدر مساك الله بالخير، يا مرحبا وتحية من القلب للقلب لجميع أبناء الخليج وخاصة دولة الكويت بالتحديد. صراحة مساك الله بالخير ببلال، مساء ابو طلال، الحمد لله على السلامه، على ابو فهد مشاهد الكريم. وانا اشكرك جدا من اعماق القلب من كل رياضي كويتي من كل ابناء الشعب الكويتي على المقدمه الجميله في رفع الايقاف عن الرياضه الكويتيه. هو مش بس رفع الايقاف، هو الفرحه. الرياضه ترى وسيله انك توصل الى اشياء كثيره صراحه، خاصه الرياضه. يعني انت لو شفت فرحه رئيس الاتحاد الدولي كان فرحان جداً. وكان يتعامل بكل بساطه خاصه من تواجده في الكويت،
والله يعطي سمو أمير دولة الكويت طولة العمر صراحة، والمجتهدين والناس اللي تحب البلد هي اللي ساعدت صراحة بالصورة هذه يا أبو بدر. نعم صحيح، أنا بالنيابة بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أفراد الشعب الكويتي كافة وخاصة رياضيها، أتقدم بالتهنئة والشكر والعرفان لسيدي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتوجيهات السامية في تعديل القانون الرياضي، نعم، ورفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية. هذا العمل الجبار، توجيهاتك يا سيدي كانت في محلها، والحمد لله الفرحة تعم ليس الشارع الكويتي فقط وإنما الشارع الخليجي بالضبط والعربي بالضبط. وكما كان هناك رجال كصاحب السمو رجل الكلمة صباح العز حكيم العرب أمير الإنسانية، أفرح الشعب وأفرحت الشعب يا سيدي، كما هو الحال الشكر موصول أيضا لسمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، نعم، آل ثاني. توجيهاتك يا صاحب السمو لمن يلزم، لساعدك الأيمن سعادة الشيخ جاسم بن حمد وفهد، كان لك دور جبار شيخ الشباب، شيخ الشباب وفهد، نعم، كان لك دور جبار مع عضيدك سعادة الشيخ جوعان بن حمد رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، عملتم بصمت بعيدا عن الأضواء بعيدا عن الإعلام، والنتيجة عملتم فأصبتم فأفرحتم شعبا كاملا، فلكم مني كل التحية والتقدير والعرفان. حفظ الله قطر آمين. أميرا وحكومة وشعبا من كل مكروه. موقفكم البطولي والرجولي والبعيد عن الضوضاء والإعلام كان له صدى كبير في فرحة أشقاكم في الكويت، وليس بغريب عليكم في مثل هذه المواقف الرجولية، فلكم مننا كل التحية والتقدير والحب والاحترام. بيض الله وجهك يا أبو بدر، وبعدين كبير. اللهم أحفظ أولياء أمورنا كلهم يا رب. آمين. يا رب. عموما ندخل في الجولة اللي هي رقم 11 نهاية القسم الأول، كما ذكرت اللي يتصدرها الدحيل، نقول لهم مبروك تصدركم القسم الأول. نادي السد في المركز الثاني، مباراة عندنا 6 مباريات، سلية ودحيل، الأهلي والريان، الخريطيات السد، العربي والخور، المرخية ومصلال، قطر والغرافة. قبل أن نبتدي في تحليل الدوري القطري، في هناك مباريات تقام على مدار الأسبوع في قنوات الدوري والكاس. طبعا كان كما ذكرت قبل أسبوع لما أخذنا بعض اللقطات من الدوري الديربي التونسي، في كان اهتمام من الشباب وأيضا من خلال الاطلاع. احنا تابعنا دوري غازليج تحت 23 سنة في مباراة المرخية والريان، وكان حكم المباراة نايف القادري في لقطتين مهمة في المباراة هاي. نشوف اللقطة الأولى طبعا اللي هي ركلة الجزاء اللي احتسبها، وهذه الحكم، هذه دخول لاعب نادي الريان والمدافع. احنا التعديل الجديد او القانون الجديد في التحكيم يقول لك عملية الريسك، هذه المغامرة من المدافع. ابو فهد، واضح ابو بلال لما نزل المدافع عشان يقطع الكرة من لاعب الريان استطاع بيد اليسرى ايقاف الكرة، هذا اللي تقول عنه، فانا مع الحكم ركلة جزاء. هاي ركلة جزاء ابو بدر، ركلة جزاء صحيح، يتحمل اللاعب نتيجة فعلته في الريسك. بالضبط، الكرة ذهبت مباشرة لليد فيتحمل. ابو طلال، تنزل سلايد، يا تاخذ الكرة يا تتحمل تبعاتها، مثل ما قالوا الاخوان داميات في يدك تحملها حتى لو مقاصدة. طيب انا 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 كمدافع هني هني بس وقف هني بس، لما انزل بالصورة هذه انا نازل على اساس اني انا اخذ صح الكرة صح. طيب وين اقص يدي؟ وين اودي يدي؟ صح، سؤالك حلو، بس هل قدر في نزلته يقطع الكرة؟ سؤالك صح في محله، المدافع من حقه مثل ما قلت لك، لكن لما ينزل لم يقطع الكرة، نزوله قدم اليمنى في جهة والكرة في جهة ثانية، فأنت نزلت ليش؟ تمام، فنزولك هذا لازم أعطيك الجزاء. سؤال بطريقة ثانية أبو بدر،
تفضل. نفترض النزول هذا زين بنفس النزول هذا، ولكن الكرة ضربت في الجسم ثم ضربت في اليد، استمرار مثل اللعب ما في شيء طبيعي. ليش طيب؟ ما يعني ليش المتغير هني والمتغير هني والحدث واحد اللي هو لمسة اليد؟ قطع الكرة مباشرة يعاقب عليه اللاعب. أوكي. ولكن القانون أعطاك اعتبارات، الكرة هي من ذهبت لصدر اللاعب أو فخذ اللاعب أو ساق اللاعب، ومن ثم ذهبت اليد. أوكي. تعتبر اليد يعني هنا طبيعية. أوكي. طيب نشوف هذه ركلة جزاء، نشوف التنفيذ، نشوف التنفيذ. كما ذكرت الحكم نايف القادري، لو نلاحظ هذا هدف التعادل لنادي الريان الدقيقة 43، النتيجة 1-0 للمرخية، هدف التعادل لنادي الريان. نشوف اللعبة الثانية، نشوف اللعبة الثانية لسعد، ناخذ اللعبة الثانية ماشي. لا لا خلها عادية، خلها عادية كابتن، تمام. هني الحكم في هذه اللعبة، هني مهاجم نادي الريان يقفز أو مدافع نادي الريان يقفز ويستخلص الكرة، هل الاستخلاص الكرة هني قانوني أو غير قانوني؟ الحكم معنا، الحكم وقف هني بس كابتن، بس شوف الحكم، الحكم تمركزه متميز صراحة، ماخذ له زاوية رؤية صح. بطلال عطني اللعبة، ايش رأيك بطلال؟ خلينا نمشيها اللعبة بطلال. فيها شيء هاي ولا ما فيها شيء؟ نمشيها نمشيها، نشوف الزاوية الثانية، وقف ورجع، رجع شوي، ارجع شوي، رجع احنا نمشي استمرار اللعب دام اللاعب لعب الكرة دخل على المنافس، لان احنا ما لمس الكرة كابتن. ارجع شوي، رجع شوي، بس وقف هنا، لا لا ارجع شوي، ايوه شوف اليد. أوكي. شوف اليد ها. اي نعم. لحد الان ما لمس الكرة المدافع نادي الريان، لحد الان ما لمسها، نمشيها وما زالت اليد على جسم اللاعب. اللي هي حطت اليد ما فيها مشكلة أبو بلال، هي ما عاقت المدافع. القانون شو يقول؟ مهاجم. القانون شو يقول؟ أنا أشوف على أساس أنا أطلع للكورة ما تتكئ على المنافس. بطلال أنت تقول ما فيها شيء. أنا أشوفه ما فيها شيء. المادة 12 تقول مهاجمة المنافس موجودة من ضمن 11 خطأ. هذا هاجم المنافس قبل الكرة. لما أنا أجي كمدافع وهاجم المهاجم. القانون شو يقول؟ القانون مهاجمة المنافس أثناء الكرة في اللعب يعاقب بركلة حرة مباشرة. هذه لما هاجم المنافس. طيب. زين. يعاقب بركلة حرة مباشرة. وين مكانها؟ الكرة في وين؟ في 18 ركلة جزاء. في 18. هذا هاجم المهاجم اللي هو دفاع الريان. أول شيء هاجم المهاجم وبعدين قطع الكرة. فهذه اللعبة أنا وجهة نظري والقانون أعتقد ركلة جزاء على الريان لم تحسب. أبو بدر. اليد اليمنى للاعب مدافع الريان هي من أعاقت تقدم ومنافس لاعب المرخية للوصول إلى الكرة. لاحظ كان يريد القفز. سؤال سؤال سؤال، خلنا نبسطها المهاجرة. نبسطها، أنا بستخلص الكرة حلو، بستخلصها بطريقة قانونية أو غير قانونية، هي شيئين صح ولا لا؟ نعم. الطريقة القانونية أن أنا أقفز زين، لما أقفز وأضرب الكرة عقب يدي تنحط هني ما في شيء صح ولا لا؟ حلو. بس لكن لما أستخدم المنافس، ان انا اقفز عن طريق المنافس وانا متكي داخل منطقه الجزاء، كان يحاول. اذا ايش ابو بدر؟ ركله جزاء. نعم. لم تحتسب لنادي المرخيه. طيب السؤال، الحكم من خلال الزاويه هذه، الحكم نفس الزاوية اللي كان ماخذها في ركلة الجزاء اللي احتسبها لنادي الريان زين، كان ماخذ زاوية صح وذي صعبة، هذه بسيطة، ليش ما ليش هني اختلف عند القرار؟ نايف غادي الحكم بلال ايه، بتشوف الدوري الممتاز نفس اللقطة هذه، هو الحكم. اهدى اهدى اهدى، لا 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 خليك معاي زين، اسمعني اسمعني، خليك معاي خليك معاي، لا لا خليك معاي في الإطار زين، اي لا تروح بعيد، لا ما اروح بعيد. الحكم ما عنده الخبرة الكافية تمييز المنافسة من الهجوم على المنافس. ليش بقول لك شو بلال؟ اللعبة هذه بينه وبين الحكم 4 متر. اوكي. يعني تسأل تقول ليش ما صفر؟
صح؟ ليش ما صفر؟ هنا الحكم هذا نايف غادري لازم يركز ويميز المهاجمة المنافس قبل الكرة ولا بعد الكرة. دائما هذا حطه في بالك يا نايف، لما نهاجم اللاعب شلون هجمتك؟ قطعت كوره هجمتك استمر، لكن اهاجمك وبعدين قطعت كوره. بطلال ايش رايك انت؟ مصر انا قرار الحكم استمرار اللعب هو الصح، رجعها خلينا نشوفها خطوه خطوه. ابو بلال ليش قرار الحكم صح؟ المشيه وقف وقف، اول شيء من لعب الكره؟ نفس المدافع اللي لعب الكره ثاني مره، يعني الكره جايه من عنده وفي ارتفاع عالي جدا. المشيه المهاجم وين راح؟ راح خلف المدافع الثاني وهو جاي من جهه اليمين. المدافع اللي لعب الكره هو اللي راح للكره مره ثانيه. انت دقق عليها الحين في اللقطه الثانيه نوضح ان الكره ارتقى. وقف 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 وقف، من مرتقى الحين؟ لاعب الريان مرتقي رايح في الهواء، وللحين المهاجم مو برايح للكره، المهاجم ناطر الكره تنزل. خلي المدافع يرفع. ماشي لا لا ارجع ارجع هني ارجع شوي ارجع هني ارجع هني ارتقى ارجع المدافع ارتقى قبل لا. المهاجم خطوه خطوه كابتن، قبل لا يحط يده، قبل لا يحط يده بليز. حطت اليد، حطت اليد ما له اي الحين لا من دفع الحين ولا ارتقاء حتى الحين. ماشي ماشي، المدافع طلع في الهواء، طلع بس من غير حطت اليد بس. طلع انا السؤال السؤال الحين ارجع هذا التصوير ابو بلال، التصوير هذا كل محلل بيقول ما في شيء، كل محلل زين. لحظه اعطوني التصوير الثاني. لحظه ابو فهد إيه لما انا حلل ابو بدر الصوره هاي القانون شو يقول؟ لما ترتقي لازم تستخدم ايش؟ المنافس او الزميل. اي استخدم الزميل او المنافس للقفز على المنافس. صح. الان في اللقطه هذه المهاجم مسيطر انه يقفز بدون اي مساعده او لا؟ لا مش مسيطر، اتكى على المنافس. ها متى؟ متى؟ قبل ما يمسك الكره. طيب بقول لك خليني اكمل لك، انت افهم كلامي. انا لما ارتقي بمساعده مدافع إيه؟ تختلف لما انا ارتقي من كيفي. ها من كيفي وعقب احط يدي. صح. اي في 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 فرق. ها إيه. نعم. تمام. نبي تصويت ثاني سمحت. ها لا 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 هذه ما ينفع هذا والله. ما ينفع يا ابن الحلال. اهدى ناصر تكلم. اهدى اهدى ما هاي التصوير. اهدى يا ابن الحلال. اهدى اهدى ابي التصوير الجانبي. لا اله الا الله. المدافع ما سوى شيء. بطلال شو يقول؟ مو من حقه المدافع يقطعها مره مرتين، هذا مو شغلي انا. انا ما اتكلم عن 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 انا شغلي بالقرار. انا ما اتكلم عن هاي، انا ما اتكلم عن الاولى. خلنا على الزاويه هاي، خلنا الزاويه هاي يا ابن الحلال. الزاويه دي ما ابو بدر. ابو بدر تفضل معك. انت حكم دولي زين وعضو لجنة الحكام في كأس الخليج القادمة. نعم. يعني أنتوا تحللون الأمور هذه صح ولا لا؟ إن شاء الله. عطني الإجابة الصريحة للعبة هاي. الإجابة أساس الكرة، الكرة ليست بحوزة أحد. المهاجم كان يسعى للكرة ولكن على حساب. سؤال 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 عاد سؤال. تفضل. الآن في اللحظة هذه الصورة هذه ارتقى المهاجم ولا لا؟ ارتقى على الرجال على الارض. ها المهاجم يبي يرتقي يحاول انه يقفز. اي يحاول انه يقفز. اي بس ما بيقفز ريل وحده. ما بيقفز. اي بس في حاجه ناطر الكره. اي المهاجم ناطر الكره تنزل. بدايه ما بيقفز ريل وحده. ريل وحده ما بيقفز. بدايه القفز على كتف المنافس. جايب اللقطه على الهواء غريبه انتم. اوكي ايش اللي بتجيبوا له تصوير ثاني يا جماعه؟ هذا ما يبين لك شيء. قول لا 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 قول. انا محلل. لا لا يبين. اقنع المشاهد. لا لا ما بيدي. لا ما تقدر تجاوب على اللقطه هذه. انا بجاوبك. خلاص لا تبي الجواب صحيح ولا تبي انت قلت ركله الجزاء غلط. انت قلت ركله الجزاء. اي بس غلط. انا محللين هذه غلط والله العظيم غلط. عطى يا الاسعد عطى التصوير الجانبي. عطى التصوير الجانبي. بيض ما ادري ايش يبي يغير يعني. شوف التصوير الثاني ما في الا التصوير. لا لا في تصوير. ما ادري ايش تبي تغير. تفضل هذا. اوكي شوف شوف هاجم المهاجم قبل الكره في تصويب على الوضع. هذه يسمونه هجوم على المنافس. انا هجمت المنافس بدون كره. حلو. في الماده 12 في 11 خطا بالضبط. اوضح بعد. تفضل تفضل. شوف ذي شوف ذي شوف ذي شوف الفخذ حتى الشمال والفخذ. ركب على اللاعب قبل لا يمس الكره. ركله جزاء انا معاك. ركله جزاء لم تحتسب. بس انا هني شوف شوف خلاص هذا مدافع على اساس اعطيناها. شوف ركبه اليمين وين دخل. ركله جزاء لم تحتسب في نفس المباراه اللي حق الحكم نايف القادري احتسب ركله جزاء. نعم. لان في هني يسمونه الهجوم على المنافس. طبعا ما في كلام مهاجمه المنافس في الماده 12. تمام هاي لقطتين عموما. نعم. هذه رساله
احنا من برنامج الحكم نوجهه لجميع الحكامنا. احنا راح نتابع دوري غاز ليج زين، بغض النظر منه الحكم راح نتابع. فالمطلوب ان التجديد والتركيز بشيء اكبر، خاصه من خلال الحكام اللي يديرون هالمباريات. عموما نروح لاول اهلا وسهلا. سيليا ودحيل، دامير سكومينا من سلوفانيا، حكم يعني حكم متمكن وحكم كاس عالم روسيا 2018، حكم شارك في عدة بطولات، يمكن زار اكثر من حوالي 13 دولة عربية يحكم الدربيات فيها. دامير سكومينا من الحكام المتميزين. ابو فهد، انا اذا عندك فكره عن الحكم. لا انا مجهز، خلاص مجهز عشان مسالني اكون مجهز. هذا الحكم خلاص شارك دوليه 2003، اي عمره 41 سنه، يعني بيشارك كاس عالم روسيا بيعتزل خلاص. اداره طول عمر انذر 139 انذار، وادار في المباريات الدوليه واشهر 200، ترى ما اشوف عدل، ادار 139 مباراه دوليه واشهر 165 كرت اصفر و26 بطاقه حمراء. ما شاء الله. ايه يقول لك ادار ثلاث مباريات في تصفيات كاس العالم، اشهر فيها 12 بطاقه صفراء واعلن عن ركله جزاء في البطوله. ادار ثلاث مباريات في دوري ابطال اوروبا، اشهر فيها 10 كروت صفراء. اسالك سؤال. لا لان انت ناسيها هي. جد دوحة، ترى جد دوحة، جد دوحة واجد. هذا يعجبني في شيء واحد. تميزه ايش؟ تميزه ان وجهه مقبول تحكيميا. انا كلاعب اتقبل قراره عنده رزمه يا ابو بلال. كاريزما ايه. كاريزمه لاعب وكوجه. انا كلاعب اقبل قراره. شوف الوجه له دور بدر، انت كحكم وجهك في الملعب، في لعيبه فاهم يحبون وجهك، سبحان الله يقبلون قرارك، وفي وجه عبوس لو انك تطبق القانون 90% 100% وجهك غير مقبول في الملعب، هذا مقبول وجهه في الملعب. تمام. دامير سكومينا، سؤال، انا اطرح سؤال، ايش معنى الدحيل كله حكام اجانب؟ والله بيض وجهك، والله بسالك. انا اتكلم بكل امانه. طبعا انا اوجه رساله للجنه الحكام بالاتحاد القطري لكرة القدم، دائما الدحيل طرف ان هناك طاقم اجنبي. خمس مباريات ما دام انتم بتجيبون كم مباراة؟ خمس، من 11 خمس جولة. مباريات من 11 جولة، يعني اكثر، يعني تقريبا النص. انا ابو بلال بقول انا الريان. لحظة عاد ابو فهد اهدى شوي. ها خلي زين. ف ناصر ادعيك ما قلت لا اله الا الله محمد رسول الله. معلومة ما رديت معلومة. ف انا اشوف زين، مو بأنا، الكل، الوسط الرياضي والمتمكنين وخاصة من يتابع المعسكر لحكام قطر وخاصة التحكيم القطري اللي كان الأسبوع العاشر زين، كانوا الحكام متميزين. فأتمنى أن تكون القسمة صح ما بين توزيع الطواقم الأجانب للأندية أيضا الأخرى. إذا أنتم بتجيبون حكام طواقم أجانب وعندنا حكام محليين متميزين، يعني معناته أنت تبي تعين للفريق هذا، لا عين بعد مثلا الريان، السد بيطالبون، السهلية. فأنا أستغرب يعني نادي إدحيل، هذه خامس أسبوع من 10 أسابيع أو 11 أسبوع. عموما نروح لأول لعبة، الدقيقة 11 و33 دقيقة، سقوط لاعب دحيل داخل ال 18. أبو طلال، في الشوط الأول دقيقة 11 نشوف اللعبة جهة اليسار في سقوط من لاعب دحيل. خلينا نشوف الحالة أبو بلال، شو اللي صار فيها؟
المدافع ما لمس الكرة في إعاقة واضحة، مفروض ركلة جزاء ما احتسبت. ركلة جزاء لمن؟ حق الدحيل. أبو فهد، دخول بإهمال على المنافس وركلة جزاء لم تحسب لفريق الدحيل. أبو بدر، ركلة جزاء القدم الشمال إعاقة اللاعب على مرأة ومسمع من الحكم. واضحة، ما تبي تفسير أبو بلال، واضحة وضوح الشمس يعني على فكرة. أرجع شوي، أرجع أرجع شوي، أرجع شوي صغر. أرجع شوي، أرجع شوي، إيه أرجع 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 أرجع، أيوة لحظة اللعب. نشوف الحكم، الحكم هني لما درى أن فيه هجمة واضحة حاول يغير زين، ضرب سبرنت، هو كان يتمشى ضرب سبرنت بس تأخر في أنه يأخذ العنقل على أساس يشوف اللعبة. كم لاعب السيدة قدامه؟ اثنين. أي بالضبط. الإضافي وينه؟ تأخر. الإضافي مو كان موجود. والإضافي تأخر. نايف شوف شوف نايف قاعد يسوي، متأهب للحالة. إذا الحكم ما شاف ما في كونكشن. يعني ركلة جزاء لصالح دحيل كانت في الدقيقة 12 من بداية الشوط الأول. نروح شك وبجوج ركلة جزاء لدحيل 18:45. أبو بدر، دقيقة 18:45 ثانية، في هذه اللحظة التسديد طبعا تمركز الحكم نوعا ما مقبول، والتسديد من خارج منطقة الجزاء، الكرة تصطدم في وجه اللاعب ومن ثم تذهب إلى اليد. استمرار اللعب هو القرار الصحيح. أبو فهد، استمرار اللعب هو القرار الصحيح. أبو طلال، استمرار اللعب يعني ما فيها شيء. لا، نروح للعبة الثالثة اللي هي خطأ وطرد حارس المرمى. عندك يا أبو بدر، عندك يا أبو بدر، هذا قرار مفصلي. دقيقة 30:45 ثانية، هناك مشروع أو انفراد تام في حارس مرمى من لاعب أو مهاجم السيلية، النتيجة تشير إلى التعادل السلبي. الحكم يقوم باحتساب ركلة حرة مباشرة على حارس مرمى الدحيل ومن ثم الكرت الأحمر مباشر، ولكن باختصار شديد من خلال ما شاهدناه في الصورة، الكرة أولا ضربت الفخذ أو الساق الأيمن لحارس المرمى ومن ثم الصدر ومن ثم اليد اليمين. القرار باختصار شديد كان يجب على حكم المباراة أن يأمر باستمرارية اللعب، لا يوجد خطأ كما يطبق، عفوا كما يطبق على اللاعب، على اللاعب أو المدافع في منطقة الجزاء إذا عمل ريسك يطبق على حارس المرمى. حارس المرمى عمل ريسك، لكن ثلاث مرات الريباوند من وين أتى؟ ثلاث مرتين ومن ثم الثالثة ذهب إلى اليد. أبو فهد، شوف اللعبة الوحيدة في القانون يدش فيها التعمد غير التعمد قبل وبعدين قول طبيعية طبيعية. هذه اللعبة هل الحارس تعمد منها باليد؟ واحد. اثنين، اللاعب لما ركل الكرة في الحارس ضربت في الصدر، دائما احنا في القانون نقول لك اذا ضربت الصدر وراحت اليد او ضربت الفخذ راحت اليد معناته يلقي طبيعية غير طبيعية، تلقي في القانون. تمام تمام، عطني القرار، عطني القرار. بدر ناصر ناصر اللعبة عنده، اللعبة عنده، هو خليني خليني ياخذ برضه. عطني التفسير، عطني عطني فسرت لك بس في ولا ما في؟ فيها شيء؟ يا اخي فسرتك. لا ايه فيها شيء، لا طبعا استمرار اللعب هو القرار الصحيح. المفروض استمرار اللعب مثل ما قالوا الاخوان، طقت الريل اليمين الحارس، صدر الحارس لليد، استمرار اللعب هو اللي صح، فالطرد غير صحيح. تمام، ركله في اعتبارات حاطين اذا تمام اوكي اوكي، في اعتبارات موجوده اي جايب الاعتبارات اللي هو يعني تنفي ما قرر الحكم. طبيعي نشوف الاعتبارات، الاعتبارات هذه اللي هو الحكم يستند عليها من خلال القرار. هل تحركت اليد باتجاه الكره ام الكره باتجاه اليد؟ تمام، الكره باتجاه اليد. تمام، هل كانت يد اللاعب او ذراعه في وضع طبيعي؟ نعم في وضع طبيعي او غير طبيعي. هل لمست الكره اليد من مسافه قريبه او بعيد؟ نعم مسافه قريبه جدا من الساق والصدر واليد على طول. الاخيره طبعا المفروض هذه الناس حفظتها مثل افطار الصباح، يعني القرار الصحيح هو سمات اللعب. هل حاول اللاعب يتجنب؟ طبعا ما قدر لانه مسافه قصيره جدا. هنا انطرد حارس نادي دحيل في دقيقه 31 من الشوط الاول. نروح لدقيقه 48 ثلاث ثواني، ركله جزاء للدحيل. عندك يا ابو فهد، نشوف الدقيقه 48 ونشوف هنا ركله جزاء للدحيل طالعها ونشوف اللعبه نشوف. طبعا هنا خروج الحارس بتشوفها بالعاده بطيئه، سقط المهاجم والحكم تمركزه جيد، شاف اللعبه عطى قراره. انا يفترض منه انذار للحارس، لان انت تتكلم لو عدى
يعني نحطه في خانه مشروع هدم وعده، ما نقول هذا محقق. هنا اهمال من الحارس، دخول ايش في خانه الاهمال او التهور، اثنتين موجودين. بيقول لي واحد اللاعب ما لا تقول واحد بيقول لي إيه، لا كمل كمل تفسيرك. انت بتسالني اي كمل تفسيرك زين. لاعب الحين حط رجع الكوره وهذا حقه يحافظ عليها، حطها بدون تهور. لاعب ركله جزاء، ركله جزاء، ركله جزاء. لا ليش ما اعطى كرت؟ هذا اسال انت، انا اسالك انت. لا ما اعطى غلط، لا يعطي ابو بدر. ليش ما اعطى كرت؟ ما اعطى كرت، قال هناك تنافس طبيعي على الكره. هو برايه كذي بطلال ركله جزاء، ركله جزاء غير غير محتسب. لا حسبها حسبها سوري، ركله جزاء المفروض انذار فيها، انذار المفترض انه تشالنج. ها تشالنج، نشوف التنفيذ عندك يا ابو فهد. نشوف التنفيذ، طبعا التنفيذ اثناء ركله الكره الحارس ما هو سليم والهدف صحيح. تمام، شك خطأ على السلية على 18 يارد دقيقة 73 و20. وطلال في الشوط الثاني دقيقة 73 و20 ثانية نشوف في شك خطأ على السلية، نشوف الحالة، الحكم كان قريب جدا من اللعبة، زاوية الرؤية ممتازة عنده، المدافع لعب الكرة وصار الالتحام بعد لعب الكرة. أول شيء لعب اللاعب الدحيل، عقب لعب اللاعب السلية، وأي التحام هاي كرة القدم لأن الاثنين لمس الكرة. تمام، ما عاقب عليه القانون. الدقيقة 78 بفهد إلغاء هدف دحيل بداعي التسلل. نشوف هنا هل القرار سليم أم لا؟ تفضل. نشوف إلغاء الهدف بداعي التسلل ونشوف بداية اللعبة، ولها تصوير جانبي. دائما التسلل لازم نركز على التصوير الجانبي عشان نعطي قرار. هنا اللاعب لعبها باص وحرز من الهدف، نشوف التصوير الجانبي هل فعلا إن اللاعب في موقف تسلل أثناء استلام الكرة طلع الكرة، واضح إنه متقدم بجزء كبير من جسمه ورأسه إلى الأمام، فقرار المساعد برافو عليه. برافو، يعني قرار سليم. نعم. نشوف الإحصاءات، انتهت المباراة بهدف مقابل هدف. نشوف الإحصاءات 23-22. تمام، مباراة متوسط صعوبة ولا صعب؟ مباراة متوسط صعوبة بالنسبة لي. وطلال الحكم 7.3/10 عنده حالتين مهمين في المباراة، النتيجة انتهت 1-1، ركلة الجزاء وطرد الحارس. المساعد الأول 8.5، المساعد الثاني 8.5. أبو فهد كم قلت؟ 7.3 قلت أنا. إيه 7.3. الحكم ركلة جزاء ما حسب. عطني يا أبو فهد الأرقام. عطني الأرقام. عطني الأرقام الله يحميك. 7.5 بعطي لأن أكثر ركلة جزاء ما حسبت وطرد غلط. المساعدين 8.4. ثمانية ما أنت تخليني أجاوب. الزملاء يجاوبوا معي. أبو بدر. حكم الساعة 7.5. المساعدين 8.5. 8.5. 8.5. عطني طرد الحارس. مرة ثانية طرد الحارس، هي أعطني طرد الحارس اللي هي 30-45. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أعطني إياها. هذه هي اللي بنيتوا عليها 7.3 يا أبو طلال. أنا هذه الحالة وركلة الجزاء، ركلة الجزاء ثانية. المباراة انتهت 1-1. أوكي، لعبتين قرارين مؤثرين في المباراة. أبو فهد حتى لو قرار صح هني 7.5 ياخذ لأن فرق الجزاء. أبو فهد يا أخي أنت خليك معاي. أعطينا 7.5 على هذه ولا لا؟ خليك معاي، قل لي أنت أعطيته 7.5 على هاي؟ على لا، على عدم ركلة جزاء، أنها إذا انتهت المباراة 1-1. إيه لما سألني في التعليمات. إيه أوكي كمل كمل. 7.5 خذاها لو ذي صحيح، لو قرار ذي صحيح و100% صحيح أعطي 7.5 لأن لم يحسب ركلة جزاء الحين. أوكي أوكي أبو بدر، أبو بدر شغل في الدرجة لا تحطها معاه ماشي، بس القرار مؤثر ركلة جزاء، ركلة الجزاء ممكن هدف. حق من المفروض ركلة الجزاء؟ حق الدحيل. حق الدحيل والمباراة انتهت 1-1. سؤالي بكل أمانة بطرحه على، أنا شفت انضباط في المباراة هذه صراحة من اللاعبين الفريقين، لكن الانضباط الأكثر كان من الدحيل، رغم أن الدحيل في المباراة هذه زين، يعني جميع القرارات المؤثرة على النتيجة من الحكم زين تأثر فيها نادي دحيل في الأخير في النتيجة، لكن ما حد احتج على الحكم. لو كان الحكم هذا قطري سويتوا فيه؟ هذه علامة استفهام صراحة. لا لا بعد البرنامج لو سمحت وبدر 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 لا خلنا نروح على أساس ما نفتح موضوع مثل هذه، ولكن مداخلة هذه بسيطة زين الإداريين واللاعبين كلهم، أنا ما أخص بس نادي إدحيل. شوف شلون
اللاعبين لما يكون الحكم أجنبي شلون ينضبطون؟ ولا حد راح حتى تكلم الحكم حتى يا كابتن يا كابتن يا عمي انت ما حكمت لا اله الا الله انا ما سالتك يا عمي كل انا ما سالتك كل الدول انا ما سالتك كل الدول انا ما سالتك اي بلد في الدنيا انا ما سالتك حكم اجنبي مقبول انت عندك مشكله والله انت نروح الاهلي والريال نروح الاهلي والريال كل الدول العالم أخذنا طاقم التحكيم الأهلي والريان ناخذ أول لعبة عندك يا بطلال هدف الأهلي هل هناك تسلل أم لا في الشوط الأول في الدقيقة 18-22 ثانية عندنا عند المساعد الثاني شاكين في تسلل الهدف أم لا نشوف الحالة عند المساعد الثاني نمشيها اللعبة من نص الملعب نرجع لها من نص الملعب هذه نوقف نشوف اللعبه تمركز المساعد المدافع عن طريق 3D بطلال نعم 3D في تسلل او لا لا ما فيها شيء جدا فيها ممتاز لا الصوره هذه المساعد. فيها تسلل او لا ما فيها تسلل ابو بدر الهدف صحيح تمام ما في تسلل انا اتكلم عن تسلل ما في تسلل اوكي ماشي عندك ابو طلال ماشي يحسب للمساعد لعبه دقيقه جدا مبلال ومن نص الملعب فهدف صحيح وتمركز صحيح المساعد تمام هدف الأهلي الثاني هل تجاوزت الكرة بكاملها خط المرمى أبو فهد نشوف الدقيقة 38 ونشوف الكرة لما ضربت القائم ونزلت في الأرض حتى هذه اللعبة ما تحتاج 3D لأنها واضحة بالعادة بطيئة بتبين لكم أن الكرة عدت خط المرمى بكاملها في عادة بالبطيء تبين طبعا المساعد كان مركز وكان يعني حتى مع أنه بعيد ها بس ارتداده اعتقادي الإضافي أو المساعد وأهمهم أهمنا قرار سليم في النهاية القرار السليم أن الكرة عدت بكاملها خط شوف عين بدون 3D شوف واضحة كلها بكبرها داخل بطلت والهدف سليم وبرافو على المساعد والإضافي اللي هو عطى القرار بالضبط أبو بدر هدف صحيح وشوف سعود العذبة يعني مطالبة الريان بركلة جزاء أبو فهد نشوف الدقيقة 46 ونشوف اللعبة هذه هل فعلا فيها ركلة جزاء لصالح الريان نشوفها ونعيدها بالعادة بطيئة وتشوف سقوطها لتلعب الريان سيباستيان في منطقة 18 الأهلي نشوف العادة بطيئة هنا الدخول من لاعب هنا الدخول حاول يركن الكرة ولكن لم يركن الكرة ركن قدم يسرى عطني القرار يا أبو فهد ركن جزاء لم تحسب يا أبو فهد إهمال في القانون ركن جزاء للريال لم تحسب أبو بدر ركلة جزاء القدم اليمنى لمدافع الأهلي هي من عاقد سيباستيان أبو طلال ركلة جزاء اللاعب لعب على الرجل اللاعب بعدين لعب الكرة كلكم يعني تتفقون ركلة جزاء ركلة جزاء ايش السبب ما احتزب الحكم تمركز زاوية الرؤية القراءة للعب الكرة كانت داخل 18 الحكم كان بعيد على زاوية الكرة واللاعبين صاير المفروض طيب ياخذ جهة اليسار يفتح لو انت اليسار. اضافي يا عبد الله القحطاني تشوف اللعبة هاي ولا ما تشوف اوضح لعبة للاضافي هذه صح. عط قرارك عط قرارك الحكم لان خميس ما يقدر ليش ارتدت الكرة من خميس الكوالي غطوا عليه اربع لعيبة حطيناك الاضافي هنا وعيناك تساعدني انا كحكم شيني انا وعطي الحكم اضافي من الحكم اضافي شباب بدر عبد العزيز موسى ابدو بدون لا ذكر الاسم لا الهدولي ولا سوى جديد مع لا 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 طبعا مسكين معليش بدون ذكر الاسم خلاص لا انت انت حملت الاضافي خلاص إيه الاضافي عرف نفسه اللي جت تعرف الاضافي ابو بدر ركله جزاء قلت لك ركله جزاء لم تحتسب سقوط لاعب الريان داخل منطقة الجزاء بطلال في الشوط الثاني دقيقة 88 20 ثانية نشوف الحالة سقوط لاعب الريان داخل 18 هل هي ركلة جزاء أو استمرار اللعب نمشي اللعب نشوف الإعادة من زاوية ثانية لاعب الريان سقوط لاعب الريان من وجهة نظري عادية حتى حطت اليد هذه لا فيها مسك ولا فيها دفع والمهاجم أول ما حس باليد رمى نفسه فما في مسك ما في دفع أبو بدر استمرت اللعب لا يوجد استمرت اللعب اليد هذه حطت حط والحط ما يعاقب عليه القانون
يعني ما في شيء. لا 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 ما فيها بس كل دفع حطوا تدخل على حارس الأهلي وإنذار لاعب الريان رقم 23 أبو بدر. دقيقة 96 كان هناك تنافس طبيعي أولا على الكرة ومن ثم رجعت الكرة لحارس المرمى الأهلي، دخول بتهور من سباستيان، قرار الحكم صحيح باحتساب ركلة حرة مباشرة والقرار الإداري أيضا صحيح، الكرت الأصفر أبو فهد إنذار لازم وعطى إنذار، هو قرار كان جيد عطى إنذار فيها. أبو طلال قراءة ممتازة وقرار سليم عند الحكم. تمام ناخذ الإحصاءات، هذه كانت آخر لعبة، الإحصاءات 31 مباراة متوسط صعوبة أبو بدر مباراة متوسطة، أبو فهد متوسطة، أبو طلال متوسطة، أبو بدر حكم الساعة 7.5 ليش؟ في ركلة جزاء. المباراة كم انتهت؟ 2-0 2-0 لمين؟ للأهلي. ركلة الجزاء لمن؟ للريان. كم كانت النتيجة؟ 2-0 لا النتيجة كم كانت يوم النهائية؟ ولا يوم كانت ركلة الجزاء؟ لا يوم كانت ركلة الجزاء، يوم كانت ركلة الجزاء كانت 2-0 لصالح الأهلي. طيب ما بيجيك، بيجيك مقيم بيقول لك ممكن الريان يجيب جول وانتهت المباراة 2-1. بس وين كان وقت المباراة؟ كم باقي وقت المباراة؟ المساعد الأول، المساعد الأول سعود أحمد 8.5، المساعد الثاني ماجد هيرس 8.7. أبو فهد أنت بروح جوابك اللي سألته، سؤالك له هذا السؤال موجود في التحدي الذهني والتقييم. تمام موجود، انتهت المباراة 2-0. اوكي انا الحكم ما يعطي 7.5 لان ما عاد في المباراة، انتهت 2-0 مثل ما قال بدر بلال، بيجيك مسؤول محلل بيقول لك انت حسبت البنتي يقول طيب. انت 2-1 انا اعطيه 7.9 من 10 واعطي المساعد الاول والمساعد الثاني 8.5 8.5 انا برجع ل 7.9. انت هني كمقيم كانك توصل رساله للحكم ترى انت اخطات. طبعا اخطات زين أكيد. وانا اعطيك على حسب الخطا هذا ولكن انت حمل الامور الثانيه برضه. صح بالضبط. بطلال 7.8 8.4 8.6 8.4 8.6 الخلطيات والسد. ارجع لتويتر استاذ شريف، احنا اخذنا تويتر صح؟ لا اي اخذنا مرتين، نروح يستاهلون الناس اللي قاعد ترسل والمتابعين. علي كريمي يقول مساكم الله بالخير ابو بلال ابو فهد الغالي والحكام الاعزاء، يا مساء النور منورين الشاشه، ربي يحفظكم. الله يحفظك اخوي. تسلم. علي كريمي. مصطفى العراقي يقول مساكم الله بالخير والبركه، الظاهر الدحيل واسطتهم قوية بحيث هو الفريق الأكثر استفادة من الحكام الأجانب. مصطفى العراقي. حارس الدحيل يقول حرم اللاعب من التسجيل والكرة كانت متجهة للمرمى لولا الحارس، وكان اللاعب الأخير مواجه المرمى، فكيف يقول المحللين يجب استمرار اللعب؟ بصراحه اني مو مقتنع بالتحليل لهذه الحاله. اجاوب بلاتس. اي تفضل. الحارس يوم طلع فرق 18 تحول الى مدافع، اللقى حارس المرمى صار مدافع. سؤالي لك بلال وسؤال المشاهد. لا لا مو بلي، لا لا حظه. سؤالي لمصطفى، مصطفى هو؟ ايوه سؤالي لمصطفى. جاوب مصطفى. المدافع اذا برا 18 وجاء المهاجم يلعب الكوره وطقت في صدر المدافع حارس. طقت في الصدر، لا مدافع، مدافع. هو مدافع، الحارس مدافع بالضبط، طقت في صدر المدافع راحت اليد، هل اعطي قرار ركله جزاء او لمسه يد؟ لا اقول العب. فالحارس لما طلع الكوره الحين لا، على اساس اكون معاك اساس توضح صح، عندك شيئين على اساس المشاهد لما يتابع المباراه يعرف الكوره لما تيجي في اليد غير لما تيجي في الجسم ثم اليد. برافو عليك. ابيك تتكلم عن هذه. ليش احنا نقول دائما في خاصه في لمسه اليد الوحيده في القانون في 17 ماده نحط خانه التعمد وطبيعيه غير طبيعيه، هي الوحيده كلها لا. لان مثل ما قال بدر، لما انا اقيم الحكم او اعطي قرار اذا الكره راحت دايركت في اليد، هني اتكلم هل هي طبيعيه او غير طبيعيه؟ يعني مباشره في يدي.
من الكرة. تمام. أما هذه لا، لما تطق الصدر أو الفخذ وتروح اليد لا يوجد قرار استمر في اللعب، فالحارس تحول لمدافع، هذا قرارنا في اللعبة دي. يعني قرار الحكم مصطفى العراقي يقول الحين مقتنع بالتحليل أخوي مصطفى أو لا؟ اسمح لي تفضل يا مصطفى تسمعني على الهواء، تابع بعض الحالات اللي نحطها الحين وتشوف الكلام اللي قلناه على الحارس صحيح أو لا. بالضبط. احنا اخذنا طاقم الاخلاطيات الساده اي عبد الله، اخذناه اي عبد الله العذبه رقم كم؟ 9 5 لا الخامس عبد الله 9 عبد الله العذبه، عبد الله العذبه يا جماعه الشباب، عبد الله عبد الله 9 هاي اسفين. خميس الكواري كم؟ سوري 7 7 ها اوكي اي عبد الله العذبه شارك بقوه اي ابو بدر صح عبد الله العذبه جمعه برشيد حمد العجي خالد عايد محمد احمد الشمري عبد الهادي رويلي واتناس اللي هو مقيم. نروح لأول لعبة عندك يا أبو فهد. نشوف الخطأ اللي جاء منه هدف للسد، دائما الأخطاء نجيبها. الدقيقة 39 هنا الإعاقة واضحة، إعاقة المنافس واضحة، وحتى المساعد معطي قرار مع الحكم يعني يقنعك من هو محتاج اللعبة لكن واضحة. أنت هنا شوف كمل كمل اللعبة كمل. أول شيء المسك موجود هنا خليناه ما صفر، كمل كمل. هنا اللاعب استلم الكرة على السد، إعاقة من رقم 6، فقرار الحكم كان قرار جيد، خطأين في نفس الوقت. في خطا ابو طلال؟ خطا موجود نعم ابو بدر، في مسك في اعاقه، نشوف الخطا هذا التنفيذ. طبعا هذا التنفيذ لعبه دايركت مش في الجول، لعبها للمهاجم والمهاجم احرز هدف والهدف صحيح. تمام. ركله جزاء على الاخلاطيات دقيقه 51 عندك يا ابو بدر. دقيقه 51 في هذه الحاله ويا مصطفى تابع، اللاعب يعمل ريسك، لاعب الخريطيات رقم 6، لاحظ الكرة يا مصطفى الكلام لك، ضربت في الفخذ ومن ثم ذهبت اليد. نعم. قرار الحكم خاطئ، لا يوجد تعمد، هذا اللي حنتكلم عنه من اليوم. احنا نشرح للمشاهد الكريم يا مصطفى، ارجوك تقتنع في هذه اللحظة. الان الحكم مباراة تحسب ركلة جزاء، ركلة جزاء غير صحيحة لان الكرة لم تذهب مباشرة لليد، ضربت في الفخذ اليمين ومن ثم ارتفعت، الكرة ذهبت اليد من مسافة قصيرة جدا، ركلة جزاء غير صحيحة. هذا بطلال تعمد ولا تعمد؟ ركلة جزاء غير صحيحة طبعا. بفاد شوف يد ابو بلال من بداية اللعبة عطني القرار واحد، لا معلش وضع اليد واحد ايه؟ بدايتها صح كلام عبد الله، ركزوا الشر لازم يكون واضح، اليد في وضعها الطبيعي ومرتفعة من بداية اللعبة، لو الكرة راحت اليد مباشرة ركلة جزاء، لكن ما دام طقت الفخذ وراحت اليد اللي من الأساس نفس المستوى استمر اللعب. اللي غرق عبد الله عذبه هو الإضافي، هو اللي أعطى قرار عبد الله عذبه وليس عبد الله عذبه. من وين المعلومه جبتها؟ انا اقول لك اياها وعلى الهواء من وين تشوفها؟ نعم من وين جبتها؟ انا ما تحقق معي، انا اقول لك الاضافي عطى. لا ما علي إيه؟ بس المعلومه هذه لا 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 جيبها لا إيه؟ انت خمنت من الصوره ولا عندك معلومه؟ لا من الصوره بالصوره. لحظه ابو بدر، هو سؤال لي انا ان شاء الله. لحظه ابو بدر الله يحذر. حاضر ابو بدر، اهدى ابو بدر والله اني هادي. انا خمنت وفي نفسك سالت، خمنت وسالت وجاتك المعلومه؟ نعم خلاص تبي تثبت كيان جيب اللاعبك تجيب اللاعب. خلاص ما دام انت تقول لي المعلومه ما شو عبد الله، انت ما دام تقول لي المعلومه نعم. زين انا ولا يعني من عاتي على فكره اسهل، بس هالمره اضطريت اسهل حكم بعيد كان من ما شوف عبد الله عاد بصل. محمد احمد الشمري هني الحكم الاضافي الاول. شوف اللعبه من بدايه اللعبه، شوف ركزوا عليها بدايه عبد الله بعيد اي ولا هذه صراحه طبعا المباراه انتهت 4-0 ما اثرت، بس نقول لك القرار دائما القرار الصح لازم يكون موجود. شوف يا اخ مصطفى طالع هذا شرح، شوف عبد الله عدل وين مكانه، اذا ركله جزاء مش موجوده اصلا. نعم. وكانت 1-0 النتيجه، الحكم احتسب ركله جزاء وكانت 1-0 الاضافي احتسب مش الحكم طبعا الحكم طبيعي. نشوف ركله الجزاء التنفيذ، عطنا التنفيذ كابتن. طبعا وقوف اللاعبين ممتاز، ايضا وقوف حارس المرمى بعد تحرك الكره صحيح، الهدف صحيح صحيح. 1-0 كانت للسد دقيقه 51 هذا يعني هذه 2-0 شك تسلل على الاخلاطيات عند المساعد الثاني بطلال. نشوف الحاله في الدقيقه 85 و40 ثانيه، شك تسلل على الاخلاطيات عند المساعد الثاني، لعبه تعليميه ببولال، لعبه تعليميه تريث، وين التريث؟ وين القراءة؟ الكرة انلعبت، لاعب متسلل تحرك ووقف، زميلي جاي من الخلف استلم الكرة. اللاعب متسلل، انلعبت الكرة في اتجاهه، تحرك ووقف. يا زميلي أخذ الكرة، المفروض تريث من المساعد واستمرار اللعب هو الصح.
لأن اللاعب اللي كان متسلل تحرك بس ما استلم ولا أثر على المدافع ولا تداخل، فالزميل لما يجي من الخلف يعني المفروض قراءة أو تريث وتنسيها. نعم. الحكم مفروض ببلال يعطي قرار يقول له شكرا صح ويلعب. واضحة ببلال ما تبي الفلسفة ذي، يا يركض من وراء شكرا يا حمد العجي نزل راجتك واستمر في اللعب. السؤال مو هذا ببلال، السؤال هو المدافع يقوم بركل اللاعب نفس اللي مثلا لو بالثمانية عشر كلها جزاء، الكرة مش عند المهاجم بالذات، كرة فوق المهاجم لما تكون لما في حالة ها مثل اللي ذكرتها حللها. الحين ما عندنا حالة، الحين ما عندنا. أنا محلف فرج مخي والله الإحصاءات الإحصاءات عطنا الإحصاءات اللي احتسبها عبد الله العذبة. المباراة انتهت 4-0 نشوف الإحصاءات 30-4 يعني مفهد عادية المباراة، الحكام كلهم 8 من 10 8 من 10 8 من 10. مبادر الطاقم جميعا 8.1 عفوا حكم الساعة 8 المساعد الأول والثاني 8-1 8-1 يعني سويت يعني ليش ليش يا أخي أنت كريم وايد ها بطلاق بطلاق يعني. الطاقم كامل 8-2 ركلة الجزاء عند الإضافي الأول والحكم ما يتحمل مسؤوليته. كل الطاقم 8-2 أرجع لتويتر مصطفى العراقي يقول أكيد أسمعكم وأتابعكم، أنا من متابعي برنامج الحكم من أيام البلتاجي. ما شاء الله عليك ما شاء الله تشرف. الله يرحم والديك أخوي مصطفى. مرة ثانية يقول اقتنعت ووصلت الفكرة وأشكركم على اهتمامكم بالتوضيح لي ولكل المشاهدين. صح إحنا نشكرك على متابعتنا أصلا بالضبط. أنت رأس المال المشاهد. حلو نروح العربي والخور. العربي والخور نايف القادر رقم كم؟ سادسة. سؤال صلاحيات الحكم في الكرتين ذولن شلون تبتدي يا أبو فهد؟ تبتدي أول دخول الملعب مع اللاعبين، تبدأ صلاحيات الحكم لين إنهاء المباراة ودخول لعيبة غرفة الملابس. هذه صلاحية الحكم. حكم إنجليزي ما عرف عربي يستخدم الأسطر الأحمر، هذه لغة التحكيم. بدر لغة التحكيم هذه في يدك، مش لغة التحكيم بكلام أتكلم. هذه أبو بدر مثل ما ذكر أبو فهد الكرتين ذولن هل يعطيني الصلاحيات الكاملة ها إن أنا يعني أضبط المباراة بالكرتين ذولن؟ هي انا ابيك ترد على سؤالي لا تروح بعيد. ما اروح بعيد انا لي لي اداه توصيل لي مغزى من الامور. اداه توصيل ها اداه توصيل رساله ايه؟ بهذا الكرتين ايه؟ في طبيعه الخطا خطا اوكي. يستحق الكرت الاصفر اوكي. خطا يستحق الكرت الاحمر. هذه اداه توصيل. رحت بعيد عن سؤالي بطلال بنفس صيغه السؤال طبعا. انا مهم عندي شيء مهم ضبط الامور الاداريه اوكي. الحكم عنده مطلق الصلاحيه مثل ما اشرحوا الاخوان، ولكن الحكم الناجح المدير نتكلم عنه يعرف شلون يتعامل بالبطاقة ومن غير بطاقة على وضعية المباراة وظروف المباراة. لكن أنت في النهاية مثل ما قال عبد الله من بداية اللعب لنهاية اللعب غرفة اللاعبين تقدر تستخدم بالضبط وتفرض شخصيتك بالأصفر والأحمر بالضبط، ولكن شخصيتك في قراءتك للمباراة أنه ممكن أنا لعبة ممكن تستحق انذار أهدي اللاعب. هل بعض الأحيان يحس اللاعب أن الحكم يستخدم هذا للتخويف؟ نعم إذا أسلوبه جاف مع اللاعبين نعم. أوكي نروح حسنة الحكم مهمة أبو بلال. هذه صحيح وسيلة، هذه كرت الصورة ما قلت هذه وسيلة وإثبات للرأي العام شوف مطرت. لكن أنا كحكم شخصيتي لازم أفرض شخصيتي عليك كلاعب في الملعب قربي من الحدث قربي من الخطأ شخصيتي في القرار ما أكون مهزوز. هذيلا سلاح عندي أحمر أستخدمه متى ما بغيت بس بشار يستخدم في المكان الصح والوقت الصح. أنت صح. سقوط للخور داخل الثمنتاش
عدل صح؟ نعم. ابو بدر الدقيقة 41 ثانية كان هناك شكرك لجزاء لصالح الخور. نلاحظ الكرة اللاعب من منين جاء من الخلف، اللاعب حاول يلعب الكرة المدافع ولم ينجح، صدمت القدم بعفوية في اللاعب. الله 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 قاعد تعطي مقدمات ابو بدر. عطني ما في ركلة جزاء سمات اللعب. ايوه اي هذا اقول لك ابو فهد، ركلة جزاء مليون في المية اهمال من المدافع. يا جماعة هذا الإهمال، شو سوى اللاعب العربي؟ رجع والكرة، شوف قدم اليمنى راحت في السد، ضرب سدر كمل 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 وبعد كمل. مستغرب منك يا أبو بدر. يا أخي استغرب منه أنا بعد. خلي استغرب على. خلك 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 أنا 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 أكلم أبو بدر. أبو فهد أنت اشرح اشرح. هنا يا أبو بلال القانون إهمال، أنا جيت كمدافع لما رأي سلامة المنافس، سويت جيت وركبت باليمين، اليمين ضربت سدري أنا كمهاجم ومنعتني من استمرار الكرة. هذه ركلة جزاء مليون في المية. بطلال. أنا أمشي مع الحكم استمرار اللعب لسبب واحد اللي هو وقف اللعبة، وقفها وقفها. الكرة من وين جاية؟ جاية من الجهة. شكرا. العكسية، المدافع قاعد يشوف المهاجم، ها؟ المهاجم في الخلف. تمام صح ولا لا؟ تمام. المدافع قاعد يتابع الكرة، يتابع تمام. الكرة يتابع الكرة. تمام. رفع عريله وهف الكرة من مش عليه. تمام. المهاجم هو اللي جاية، التحم عادي. الاثنين رايحين حق الكرة. لا 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 ما لا لا ابو بلال الاثنين لا لا الكرة في حوزة المدافع تقريبا. لا ما 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 تقريبا لا لا بطلال بطلال معليش، عارف لو المدافع زين متمكن من الكرة لا هفاها زين هفاها، بس الكرة هذه هو يشربها. لا 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 هي لما يخطي وقف 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 هنا وقف وقف لا المهاجم مترين خلف المهاجم. اوكي خلف بس المدافع. ما حد مسيطر على الكوره. لا بس لا في اتجاه المدافع. انا في اتجاه المهاجم والمدافع. لا لا كابتن المدافع ما يشوف المهاجم ببلال بطلال. اي اوكي اوكي لا لا يدري يدري المدافع ان في واحد هناك. تي ليش تي ليش يدري والدليل ها والدليل لو ما يدري كان لعبها بأريحيه زين وركز الكوره، ما لعبها يبي يشتت لانه يدري في مهاجم جاي. اذا جينا بنتكلم انه هو ما يدري. الكره نزلت قدامه بيشيلها هفاه ابو بلال كابتن المهاجم. لا 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 لحظه ابو فهد لحظه تفضل ابو طلال. ابو طلال انا اكلمك في جزئيه واحده مهمه. نعم. هل قانون التحكيم قال لك اذا اخطا المدافع الكره بدون قصد انه ما يعاقب؟ إذا المدافع أنا أتكلم قانونيا معك الآن. أتفق وياك في حالة واحدة، إذا المدافع والمهاجم على خط واحد يم بعض يشوف المدافع يشوف المهاجم. نعم نعم أنت تشوفه خطأ تتحمل مسؤولية. إيه بس أنت مرتكز على أنه كانت هفوة بالنسبة للمدافع. لا بس هو جاي من خلف المهاجم. المهاجم هو اللي داش. اسمح لي كلمة واحدة. تفضل. سؤال أبو طلال، ليش حطوا الإهمال في القانون؟ ليش حطوا الإهمال في المادة 12؟ اتفق وياك. جاوبني عليه. اتفق وياك. الإهمال يا ابو بلال ايش معناته؟ اني عدم مراعاتي لزميلي واهمال مني انا عملت خطا لا ادري عنه. بس عملت خطا لا ادري عنه، هذا الإهمال ابو بلال. التهور غير، هذا ركلة جزاء. لا لا تمام لا خليك من التهور. ابو بدر ايش عندك؟ انا اللي عندي اي عطني المداخله. أي بسرعه، انت قلت ما فيها شيء. لا بسرعه ما يخاف، بطوف بسرعه. تفضل. اول شيء اذا 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 الاهمال يعاقب عليه اللاعب اذا كان المدافع والمهاجم على خط واحد. ما حددوا في القانون. ما حددوا خلينا ما لا ما حددوا ما قال خط واحد. لحظه عندك الكتاب. ادري لا يعلف عاد. لا يا اخي ابو كتاب غلط. ايه ده ايه ده اتحدى على خط واحد. اتحدى ابو بدر والله اتحدى. ارجوك 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 في حاجه مهمه. كلمه واحده تكفي ارجوك. اي لا في حاجة مهمة. لا 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 لحظة لحظة تفضل. في رؤساء لجان تحكيم يتابعون لنا. على راسي كله من فوق. أنا ليش أقول لك القانون إيش يقول؟ أنا قلت القانون يقول المهاجم إذا راعى سلامة المنافس. أنا قلت أنا قلت هذه اعتبارات يا أبو فهد. أنا قاعد أقول لك اسمعك ما ترى ما تكلم خل بديس جاوبك. أنت قلت على خط واحد. تفضل تفضل تفضل. أول مرة أسمعك. أنا قاعد أقول لك الاعتبارات في هناك تشريح فيسيولوجي. أوكي. للتشريح لوضع اللاعب المهاجم مع المدافع. أنت تقول ما فيها شيء. ما فيها شيء. وراي أبو فهد احترم على راسي. أنا خطأكم بس واضحة. خطأ وطرد لاعب الخور رقم 7 أبو طلال عندك. في الدقيقة 2:10 نشوف الحالة. الحكم كان قريب جدا من اللعبة في دخول وفي إيذاء لسلامة المنافس. حكم كان قريب قراره صح. ركرة حرة مباشرة وطرد مباشر. اللاعب حتى ما حاول ببلال حتى عقب ما هف الكرة وما راح للكرة ما حاول يتفادى المنافس.
يعني شوفيني المدافع لعب الكرة تثبيت وثبت ريله عليه، فاللعبة هذه ما توصل للإنذار سيدي طرد. كارت أحمر. كارت أحمر. أبو فهد كارت أحمر أو أصفر؟ أنا ثنتين أمشي عليهم. جوابي بدر كارت احمر مباشر. طيب ليش بقول بالضبط؟ لا لا خلي إيه انا ترى خلاص اللعبه عند هني، اللعبه هني، خلينا نمشي صح، خلينا نمشي صح. لا لا انت قلت انا امشي مع الاثنين. انا درجه تهور لو اعطى اصفر ما حد يقول لي شيء، لان تعت في الارض، ولا اعطى احمر معه. على اي اعتبار اللي يروح له الحكم يا ابو طلال؟ نشوف الاعتبارات ابو بلال، ان ليش الحكم احتسب ال اوكي تفضل. الاعتبارات عندنا خمس اعتبارات موجوده ما اقدر اشوفها. هل اظهر اللاعب عدم انتباه او اعتبار عندما قام بالالتحام المنافس؟ ابى اتكلم عنه لما ينتبه للخط. اثنين، هل تصرف اللاعب دون حذر عندما قام باللاعب بالالتحام المنافس؟ ما تفضل صاحب طلال. هل تصرف اللاعب دون اعتبار او اتباعات التحامه بالمنافس؟ لا. اي جزء من جسم اللاعب استخدم فيه ممارسه المنافس السابق؟ هل استخدم اللاعب براغي الحذاء؟ براغي الحذاء عندما نعم استعمل هاي طبعا اقرا عنك بطل انت صح. جزاك الله خير، مشكور يا براغي. طبعا الابزاز نعم، ف عطني اللعبه، عطني اللعبه فيها في كثير ناس قال لك مو قصد. نعم الحكم استعجل. لا لا ما فيها قصد، مو قصد في هذه ما يبي يلعب كوره، هاي ما يبي يلعب كرة. أنا ما أبي الأحمر بلا، ما قلت لك لا. إيه ما يبي ما يبي يلعب كرة. قبل شوي في بطولة أندية العالم رفشان دخول لاعب الوداد أعطاه كرت اللي هو الكابتن، أعطاه كرت أحمر. أنت التساهل في الأمور هذه زين، أنا ما أشجع الحكم إنه يتساهل معها، لأن هذا اللاعب ما يبي يلعب كرة، هذا اللاعب زين يبي يأذي المنافس. أو يبي يأذي الزميل اللاعب المنافس الثاني، لأن هني ممكن هذا اللاعب نادي العربي زين من هذه تنكسر رجله، تنكسر الرجل زين ويقعد 6-7 شهور. تعال عاد هو يشتغل عبارة هذه احتراف وظيفة. وليش الواقي الساق عساق بالذات ليش بالخلف اكثر منطقه اضعف منطقه؟ انا اشجع صراحه واحيي بكل امانه الحكم اللي يجي في الاوقات هذه زين ويعطي قرار صوي. هو يعور تعوره الخوف اول دقيقتين زين ما يحتاج، ولكن قرار سليم صائب مثل ما قلت. دقيقة 9 سقوط لاعب الخور داخل 18 أبو بدر. دقيقة 9 نشاهد اللعبة في 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 هذه الحالة من زاوية الأوضح لاحظ اللاعب 15 نواف البريتشي، لاحظ الزاوية الثانية شوف شوف لاحظ اليد الشمال للاعب ناطق شاكر 17 سحب، شوف لاحظ شوف المسك شوف المسك نايف ما يشوف الاضافي الاول. ارجع سجل لو سمحت. لا لا ابو بدر ابو بدر مسك ركله جزاء ابو بدر طيب ركله جزاء بس انتهى الموضوع. ركله جزاء حق من؟ حق الخضر. لا اله الا الله ابو فهد. مسك المنافس واضحه بس الاضافي ساعد حكمك ماسكه مسك ليه طاح؟ شوفوا شوف يعني ايش؟ ركله جزاء الخضر لم تحسب. تمام يا ابو طلال ركله جزاء لم تحتسب. ركله جزاء لم تحتسب مع ان عبد الله العذبه غريبه الحكم الاضافي صراحه صعب ابو بلال. لا لا ما ما ابي هذه ما ابي هاي ابي الواسع. اي هذه الزاويه الصعبه حق الاضافي ابو بلال ما يشوف. انا عبد الله ما يشوف طالع، ما يشوف هذه ما يشوف هذه الاضافي ما المفروض ياخذ جهه اليمين شويه. كابتن كابتن اذا انا حكم اضافي واقف من واقف في هذا بغض النظر من انا كحكم اضافي ما اشوف لعبه مثل هذه ليش اصير حكم اضافي؟ والله العظيم لا لا ما يصير ما يصير. خطا وانذار لاعب الخور رقم 6 ابو فهد. نشوف الانذار على رقم 6 ونشوف ليش اعطى الحكم قرار، لان اللاعب على فكره انطرد للشوط الثاني نتاكد من اللعبه دي. هنا ابو بلال هو اتبع شيئين مشروع عدم مواده موجوده والتهور لسبب ان ركل اللاعب بدون كره ركل فحطيناهم مع بعض تهور موجود والركل هذا تهور موجود. كارت اصفر يستحق ابو طلال مستحق نعم ابو بدر مستحق تمام. سقوط العربي داخل 18 عندك يا ابو بدر 47-20 سقوط لاعب العربي داخل منطقه الجزاء. نلاحظ شوف في هذه اللقطه في ثاني في زاويه ثانيه اوضح من كذي نشاهدها ونعلق عليها
بعد وراء اللقطه هذه. يلا ابو بدر عطني قرارك. سقوط طبيعي ما في ركله جزاء. ابو طلال حق المشاهد ابو فهد سمر اللعب حق المشاهد لا هو من دفع طاح من نفسه خطا وانذار ثاني لاعب الخور رقم 6 وطرده عندك يا ابو فهد. نشوف انذار ثاني ونشوف طرد اللاعب نشوفه بالعاده بطيئه وطاح خلفه سقط على الارض رقم 6 اشترك معاه الحكم طبعا ما اعطى قراره الا لما اعطاه الرابع القرار. شوف الانذار الثاني انا وجهه نظري التحكيم فن واداره مش التحكيم كروت. هذه اللعبه ما تستوجب انذار ثاني خلوك واقعيين يا جماعه الخير. انا كحكم لازم الانذار الثاني اقوى من الاول. هذا حط رجله خلفان طبعا لا شو تقول انت؟ انا اقول غلط انذار ثاني استمر اللعب هو صحيح. الانذار الثاني ضعيف ابو بلال ما تستوجب بو 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 بدر لا يوجد يعني خطا اداري فقط خطا قصدي فني دقيقه 69 ركله جزاء للعربي عندك يا ابو طلال. نشوف الحاله دي هاي تبيها الشاشه انت نروح نشوف الشاشه اي تفضل تقدر اي تسلم. ركله جزاء للعربي ابو بلال داخل 18 تمام نوقفها 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 عندنا طبعا وقف الصوره عندنا تمركز الحكم عندنا اللاعبين والمهاجم تمام اللي سواه الحكم ابو بلال حرك روحه في المنطقه حلو تمركز الحكم زاويه الرؤيه ابو بلال حس انه فعلا اللاعب بدش 18 انه ممكن يصيد المشكله اوكي غير رتم السرعه اللي عنده غير اتجاه المشي وشوف شو اللي صار في اللعبه تمام المشي تمام مشي اللعبه جهه اليسار جهه اليسار دفع واضح زاويه رؤيه ممتازه للحكم يحسب للحكم انه فعلا تمركزه قراءته تغير اتجاه جهته وقراءه جدا ممتازه يحسب للحكم انه فعلا غير اتجاه جري ركله جزاء اي نعم ركله جزاء دفع واضح استحق قرار اداري ما اعتقد ممكن يعطي بس ضعيف يكون ضعيف من غير انذار اي اخطا من 11 ابو بلافين ما من غير انذار ممكن ابو بدر ركله جزاء صحيحه تستحق من دار او لا؟ لا ما تستحق الانذار اوكي لانه مش في اتجاه المرمى ناخذ التنفيذ عندك يا ابو بطلال نشوف التنفيذ سليم وهدف صحيح تمام نشوف الاحصاءات اللي احتسبها حكم المباراه في هذه المباراة نشوف الإحصاءات كابتن 32 مباراة وبدر مباراة متوسطة أوكي حكم مباراة 8 أوكي 8-5 8-5 بطلال متوصل حكم 7.8 عنده ركلة جزاء عنده حالة طرد بس النتيجة 3 المساعد الأول 8.4 والمساعد الثاني 8.4 ليش بطلال رحت 7.8 ومع أن المباراة انتهت 3 أدري عنده ركلة الجزاء هاي لعبة من أهم من أساسيات التحكيم داخل 18 خاصة يعني أنت بتحسس الحكم لازم تحسس أنه عندك ركلة الجزاء الحكم أعطيه 7 فقط ركلة الجزاء ما حسبها الخور وطرد غلط لازم 7 المساعد الأول والمساعد الثاني 8-4 8-4 المرخية ومصلال عرفت ليش يا ابو فهد انا جايب اليوم الاصفر الاحمر الاصفر والاحمر لا ما عرفت لا مو انتم محللين مباراه الحين ثم سمرت نايف عشان لعبه نايف في مباراه نايف القادري حلو انت بروحك قلت اداره وشخصيه إيه قلت لك الحكم ما شاء الله قصدك الانذار الثاني إيه؟ انا اقصد طريقه استخدام صح الانذار انا قلت لك جاوبتك الحكم شخصيه اداره حتى في القرار اداره يعني عليك انذار يا بدر بلال دقيقة 70 لا بعدين انا من الحكم اكيد انت والله العظيم الله يكرمك تطلع دقيقة 20 شك وجود ركلة جزاء لأم صلال عندك يا ابو طلال الشوط الاول دقيقة 20 30 ثانية نشوف شك وجود ركلة جزاء لأم صلال نشوف اللعبة الحارس مع المهاجم نشوفها بالبطيء هل الحارس دخل على المهاجم قبل او ان لعب الكرة ودخوله طبعا
طبعا استمرار اللعب هو اللي صح. تمام استمرار اللعب هو صح. ضربة بوكس قبل دقيقة 30 و40 ثانية، خطأ وأنذار لاعب زائد شك وجود ركل جزاء لمصلال، هدف ملغى لمصلال. عندك يا أبو فهد أهم لقطة في المباراة كلها. تمام صارت فيها أحداث. أول شيء حيطة ركلت في اليد، هل هي طبيعية وغير طبيعية؟ وبعدين ألقى هدف، هل الهدف صحيح ولا لا؟ نجي للنقطة الأولى، ضربت الكرة باليد ولا عطبطية يا جماعة؟ عشان دي لعبة مهمة بلان، من أهم شيء وراه. هنا اليد ثابتة، ضربت صح في اليد، ولكن اليد في وضع طبيعي على الجسم. تمام ما فيها شيء يعني. إي راحت، نجي للهدف الملقى، صحيح إن رقم 13 رماها في الجول دايركت. غريبة، ليش المساعد ألقى الهدف جمعة فرشيد؟ بنجي لك الأسباب، لأن دائما في المادة 11 تسلل، شو تقول؟ تداخل في اللعب، تداخل مع مناسب استفاد مكان. حجب الرؤية. اي خليني اوصل لك استفاد من مكانه. شو استفاد من مكانه؟ حجب الرؤيه يا ابو فهد صح؟ اي انا لان الوقت لا. انت تبي تشرح انا قطعت لك قلت لك حجب الرؤيه استفاد مكانه في حجب رؤيه ولا أيوة لا؟ ايوه حجب الرؤيه استفاد مكانه خلاص هذا هذا التفسير الصح. طيب لان القانون تمام تمام يعني الغاء الهدف صحيح من اشتباك بين اللاعبين وانذار لاعب المرخيه رغم 48 زائد 12 من مصلال ابو طلال. انا حطيت تشوف الحاله في دي 40 49 ثانيه نشوف الاشتباك تقول لي تبعدين نشوف الحاله اللي عند الحكم الرابع في نص الملعب سلوك غير رياضي من الاثنين ببلال تدخل الحكم سليم والانذار للاثنين مستحق فقرار اداري مستحق على الاثنين. تمام شك بوجود تسلل على ام صلال مطالبه ام صلال ركله جزاء عندك يا ابو بدر. اول شيء لقطه تسلل ما رفع المساعد انتهى الموضوع رجعت طلعها الحارس رجعت لمهاجم نادي ام صلال اللاعب نعم عمل ريسك ولكن يد اللاعب كانت وما زالت واثناء اللمس كانت في وضع طبيعي استمرت اللعبه وغرض صحيح. تمام شك ركله جزاء للمرخيه عندك يا ابو فهد. نشوف هنا اللعبه ونشوف سعود العدمة تمركزك عطى ما بدت فرصه برافو عليك بس افتح ادخل ادخل عمق عمق داخل اللاعب نشوف شو اللي صار بالعدبطيه خلينا نشوف العدبطيه هنا المسك من الاخطاء في الماده 12 من الاخطاء 11 مسك المنافس لازم قرار هنا ركز مسكها بال... كمل 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 هاي حطت يدها هنا تحول الى مسك كمل 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 خليه ماشي ماسك اللاعب هذا يا ابو بلال والمشاهدين ركله جزاء لاعب هذا شال الفانيله اصرار طبعا ركله جزاء ركله جزاء لم تحسب للفريق المصري ركله جزاء نعم ابو طلال ركله جزاء من لم تحسب لم تحسب نروح حق اخر لعبه شك وجود ركله جزاء للمرخيه عندك يا ابو طلال في الشوط الثاني دقيقه 82 30 ثانيه هل هناك وجود ركله جزاء للمرخيه او لا نشوف اللعبه سقوط اللاعب كان سقوط عادي وما في اي اعاقه استمرار اللعب هو الصح تمام ناخذ الاحصاءات اللي احتسبها حكم سعود العذبه 27 مباراه ابو طلال متوسط صعوبة الحكم 7.5 عنده ركلة جزاء والنتيجة انتهت 1-1 تمام حطني المساعد الأول 8.3 عند التسلل المساعد الثاني 8.7 عند إلغاء الهدف أبو بدر حكم الساحة 7.5 تمام روح روح عطني الأرقام عطني الأرقام 8.3 8.8 أيوة أبو فهد الأرقام أبو فهد إيه أوكي 7.5 8.5 جمعة برشيد 9 أول مرة أعطي 9 مساعد قطر والغرافة قطر والغرافة يستاهل يستاهل على اللعبات سعود كان ماشي زين هاللحظة دقيقة سلمان فلاحي المباراة الثانية الثانية سلمان ركلة جزاء لقطر وانذار 22 عندك يا ابو طلال الشوط الاول دي 32 30 ثانية عندنا ركلة جزاء لقطر وانذار 22 شوف الحالة نعم ركلة جزاء موجودة اللمس واضح تمركز جدا ممتاز من الحكم المباراة تمام شوف بلاش سوى اللاعب تمام في البداية اللاعب حط يدينه في الخلف عقب في أثناء الركلة طلع يده بالضبط بالضبط ناخذ التنفيذ حلو سليم التنفيذ ناخذ سقوط لقطر داخل ال 18 ابو فهد نشوف السقوط دقيقه 60 ونشوف قرار الحكم سلمان فلاح يشوفها في اللعب لعب الكره وبنتكلم عنها اثناء سقوط اللاعب هنا بنشوف هنا سقط اللاعب نشوف هل فعلا في مسك ولا استمرار اللعب هو قرار صح بالعاده بطيئه تبين لك انا مع الحكم مكاتفه طبيعيه حتى اليد حط طبيعي وبرافو عليك باستمرار اللعب قرار سلمان فلاح صح انت صح
لا مو فقد الصحة أيد أبو فهد. شوف سلمان وين واقف؟ إيه طب قلت مركز الصحة. دقيقة 91 الدقيقة 91 مناوشات بين اللاعبين عندك يا أبو بدر. 91 هنا لغة الجسم سوى الحكم فرض شخصيته. طبعا في خطأ على اللاعب حبيبه في دخول بإهمال منه. شوف أساس الكرة أوفسايد تدخل الحكم صحيح إنذار اللاعبين صحيح. تمام نشوف الإحصاءات الإحصاءات. اوكي حكم الاسبوع سلمان فلاحي. سلمان فلاحي سلمان فلاحي. يعني انا ما سالتكم عن تقييمكم الدرجه 86 انا 86 بالضبط المساعد الاول 85 والمساعد الثاني 86 انا كلهم 86 بالضبط 87 86 86 نعم بس سلمان فلاحي حكم الاسبوع يستاهل ابو بلال يستاهل. شوف سلمان يستاهل يستاهل غاب والجولة العاشرة و11 أثبت إجابة يا أخي. لا تمدح لا تمدح تو الناس تو الناس لا تمدح. عطني شن طبعك. نرجع لقطة بس مهمة يا أستاذ شريف. عندي لقطة مهمة نبي نشوف إيش صار. انتبهوا يا شباب. أوكي تفضل. في مباراة قطر عطنا اللقطة. طيب عطونا يا شباب نشوف اللقطة نشوف الحارس إيش أخذ لما جابوا له الماي. خذ ماي مع ورقة برشامة. كابتن كابتن أنا جدي والله وأنا جدي. نشوف هني الحارس خذ ماي. المشكلة مو بكي المشكلة قاعد يقرأ إيش مكتوب. إيش مكتوب؟ تعليمات المدرب له في الوقت الضايع. أعطاه تعليمات ينبهه أنت طلع غلط اللي طلعت مساء غلط. هاي قراها كحارس تعليمات. ليش ما جبتوها انتم اللقطه هاي؟ طيب والله اللي جابها على فكره اللي جابها ذيب والله ذيب اللي جابها. اقول لك من وانت لا اسد من هو؟ انا اشكر ناصر ولد لاعب منتخبنا السابق الكابتن حسن مطر. الله يمسيه بالخير. والله متابع والله متابع صراحه ناصر. انت ذيب يا ناصر. احنا للاسف ثلاث محللين ما شفناهم ولا درينا عنهم. بيض الله وجهك يا ناصر. ما ادري بس برشامه انا اعي ما بيعدل الحين بيعدل. لا دقيقه هو قال غلط الحين بيعدل. والله اسمع انا ما اقصد اساءه نهائيا. اقصد برشامه فعلا كلامه قال ابو فهد صحيح. الحين احنا 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 ان شاء الله بنوقف برنامج الحكم بإذن الله. بنوقف برنامج الحكم إن شاء الله في كأس الخليج راح نلتقي معاكم بإذن الله بتميز وبمحللين أيضا متميزين إن شاء الله. الكرت الأصفر والأحمر كثير سألوني ليش جايبة. أنا مو بجايبة على أساس الانضباط ولكن نصيحة لجميع الحكام لازم يستخدم بالطريقة الصح. لسعد يقول لي اقفل. شكرا تحياتنا وكل عام وانتم بخير ان شاء الله يا رب. وانتم بخير والله. اللهم احفظ اولياء امورنا يا رب يا رب. امين. الى اللقاء.